بكل المقاييس بطوله ما كانتش سهله، يعني زي ما حضراتكم شفتوا في التقرير كل فرقه سواء الفريق البحريني او الفريق القطري كانوا رايحين مدعمين بمحترفين ورانك ليهم رانك عالمي، فطبعا ده يدل ان احنا كمصريين نقدر. يعني يا بيلي بيتهيألي يعني انا حاسس ان احنا يوم بعد يوم بنصدق كمصريين ان احنا نقدر يبقى لينا وزن في الساحه الرياضيه العالميه باللي بنشوفه وبايديكم، صحيح ولا لا؟ لا صحيح طبعا، زي ما حضرتك قلت هم كانوا نادي البحرين ونادي قطر كانوا جايبين لعيبه اقوى جدا 36 عالم و26 المره دي، هم اتجهوا شويه لاوروبا. يعني هم عامه بيجيبوا لعيبه من الصين صحيح، بس هو فتره الكورونا وكده السيد خلاهم توبهم يجيبوا بالظبط كده عشان اللعيب اللي هو كسبه كان يان ان رقم 7 العالم ومن الخمسه الاساسيين في منتخب الصين، فطبعا من سنتين بطوله اكيد كانت اقوى. فزي ما قلت لحضرتك هم الفتره دي هم قالوا يدعموا لعيبه من اوروبا وغيروا الفلسفه بالظبط، فالحمد لله اللي احنا قدرنا نكسب. ماتش قبل النهائي، يعني الماتش ده كان برضو بالنسبه لك ان انت تعوض وتعمل الريمونتادا دي؟ يعني انا يعني في التنس الطاوله ما بشوفهاش كتير، يعني اللي بياخد شوطين صعب بيخسر صعب. كلمني عن الماتش وعن ظروفه وملابساته واللي حصل. دي حقيقه طبعا، هو ماتش قبل النهائي والنهائي هم كانوا اقوى ماتشين في البطوله، فالحمد لله اللي احنا قدرنا فعلا نكسب المباراه اللي قبل النهائي والنهائي، وكان معانا برضو زي ما كابتن سيد قال عمر عصر كان اضافه كبيره جدا لينا فكان متقلنا، فالحمد لله هو قدر الحمد لله يجيب الماتشين في مباراه السيمي فاينل والفاينل، وكابتن سيد برضو قدر يكسب ماتش هنا وماتش هنا، فالحمد لله اللي احنا اهم حاجه جدا الماتشين دول. يعني بتهيألي يعني بالظبط فرقتك يعني ما تدخل زميلك اللي بعد منك اعصابه هاديه بتبقى الدنيا احسن اكيد، وهو كسبان برضو يعني عمر كسبان اثنين برضو زي ما قلت لحضرتك، هم مصنفين على عالم 26 و36 برضو في ماتش من الماتشات بالظبط كده، ونفس الكلام برضو كابتن سيد قدر الحمد لله برضو يكسب ماتشينه، فالحمد لله اللي احنا قدرنا اهم حاجه نكسب المباراه في الاخر. الروح اللي ما بينكم محدش بيقول انا كسبت احنا كسبنا، وبتتكلم عن زمايلك قبل منك ده باين في كلامك وباين في كلام كابتن سيد وباين في كلام يعني كل اللي بصيتهم في الحقيقه من تنس الطاوله الحقيقه.